اخويا المؤبد يقول هنا مع الشهور لا زيارة لا فسحة، الماكلة ديال الكلاب دابا ملي عطاونا الفسحة والزيارة عطينا فيها ربع ساعة. اخويا شوف راه تيلقينا على هاد الحالة هادي راه لقينا والله ما كاين اللي يتسوق لينا. شوف اخويا شي وسيلة خرجوا الصوت ديالنا على برا الناس يعرفوا ان ديك 16 ماي راه ما عندنا حتى شي علاقة، واللي دايرها راه باقي على برا عايش مع راسو، حنا كنضربوا في الحبس فابور اخويا. نطالب بفتح تحقيق حول هذه الاحداث اللي لدينا مجموعه من المعطيات ومجموعه من التصريحات تشكك في هذه الاحداث وتطرح علامه استفهام كبرى حول المدبر الحقيقي وراءها. نقف اليوم امام البرلمان 16 مايو 2016 للمطالبة بمطلب قديم جديد وهو فتح تحقيق نزيه لاحداث 16 مايو 2003 الاليمة التي حصلت في الدار البيضاء. تهضر مع حتى واحد، خاصك شي حاجة خارج يدك من الكرية، سمعتيش قلت لك؟ شو على مسكين تجي ولا الصداع. الله